لما جينا سألنا الناس على السوشيال ميديا لو احنا عايزين نعمل فيديو فضفضة فيبقى عن ايه، فأغلبية الناس طلبوا فيديو عن الصحاب، وده يدل ان احنا فقدنا كلمة الصاحب اللي بجد في الزمن ده. فجيت في الفيديو ده انا وصديقي جمعة عشان نتكلم ونعرف ايه هو مصطلح الصحاب. الفيديو ده مهم لناس كتيرة جدا ويهم ناس كتيرة جدا في حياتها، لانه بيتكلم عن حاجة مهمة جدا واساسية وهي الصحاب. فهنحاول في الفيديو ده انا وجمعة اللي احنا نطلع بتعريف موضح للصحاب، يلا بينا. مساء الفل عليكم يا ناس سكر، عاملين ايه؟ ده اول فيديو ليا ممكن اعمله على السوشيال ميديا كله. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الصاحب. الصاحب مجرد ما نقول الكلمة دي الكل بيفكر في شخص معين، يعني له كل حاجة. كلمة صاحب حاجات كتير قوي ومعناها كبير جدا جدا فوق اي حد يتخيل. صاحبي من وجهة نظري هو الشخص اللي استحالة استغنى عنه واستحالة ازعل منه مهما حصل، وهبقى عليه دايما. كلمة صاحب حاجات كتير غير التقدير والجدعنة، وان بسره معايا وسري معاه ومعايا كل يوم ومعايا في كل حاجة. ونسأل نفسنا هنا بقى السؤال، وهو اشمعنى؟ لان في صحاب كتير جدا سرهم مع بعض ومع بعض في كل حاجة، مع بعض كل يوم تقدير وجدعنة تلاقي، ومع ذلك أتفه مشكلة ممكن تقابلهم تبوظ صحبيتهم كلها. فالحاجة الوحيدة اللي ممكن تنمي كلمة صاحب وتخليها عالية جدا، ممكن صعب جدا ان اي حد يفرق بين الصحوبية دي، حاجتين، وهي حسن التصرف وحسن النية. لو حسن التصرف موجود ومسيطر في مشكلة ما بين اتنين، هتخلي من المشكلة الكبيرة ولا حاجة بالنسبة لهم، لان الاتنين بيسمعوا لبعض، الاتنين صافيين لبعض وبيتصرفوا بإيجابية جدا. لو واحد رجع خطوة التاني بيتقدم له خطوتين من غير ما يعمل حساب ان هو خلاص انا استجدعت معاك جيت دور عليك، او نفسي اشوف منك حركة جدعانة زي انا بعملها معاك، او تعمل اي حاجة تثبت ان انت صاحب بتحبني. لا، هو تقدم له عشان باقي عليه وبيحبه، ودي تخلي صاحبك يديك عينيه بعد كده من غير ما يقول له انا بعدي لك كتير او نفسي اشوف منك ربع اللي انا بعمله معاك مثلا. بص يا جدعان، حياته مليون مثال ومثال تبوظ خلاقات وتبوظ صحوبيه لما تحط فيهم حسن تصرف وحسن نيه، استحاله الصحوبيه تبوظ، استحاله. من وجهه نظري صاحبي ما يفرقش عني اي حاجه، ده بالعكس صاحبي هو اللي بيكملني في حياتي وانا بكمله في حياته. ابسط حاجه ممكن تعملها هتفرق مع صاحبك بعد كده. لكن انا ممكن اعاتبه بعد كده عادي، ودي اللي تخليني اقول صاحبي اللي هبقى عليه العمر كله. بس لما نقول كلمه صاحب، واحد بس اللي هيجي في دماغنا، واحد بس اللي هيقدرنا للاخر، واحد بس اللي هيفضل معايا على طول الطريق، واحد بس اللي استحاله استغنى عنه، واحد بس اللي استحاله ازعل منه. وفعلا الفيديو ده ما يجيش اكتر من 15 او 20% من معنى كلمه صاحب بجد. لو عندك تعريف لكلمة صاحب غير اللي اتقالت في الفيديو ممكن تكتبها تحت في الكومنتس. وبس كده، والفيديو ده مبني على طلباتكم الفضفضة، الصحاب اللي انتوا كنتوا عايزينه. لو عجبتكم الفكرة وممكن نعمل سلسلة عنها، ما تنساش تقولي تحت في الكومنتس اللي انت عجبتك الفكرة ونكمل السلسلة دي. وده يبقى آخر فيديو في سنة 2018 وهختم بيه السنة. ونحب نشكر طبعا جمعة اللي بذل مجهود رهيب جدا في الفيديو ده، ومعنا بس كلمة الصحاب معلش في النص. السكريبت ده انا مش كاتب فيه ولا كلمه، السكريبت كله من جمعه. فبس كده، شكرا يا جمعه، شكرا ليكم ان انتوا اتفرجتوا لاخر الفيديو، شكرا والسلام عليكم. دوسا كوتش، السلام عليكم.